معنا من وسط لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، أهلا بك عصام. إذن هي أجواء مشحونة بالتوتر تسبق هذه القمة. الرئيس التركي يضع شروطا للدفاع عن دول البلطيق، الرئيس الفرنسي يجدد تصريحاته بأن الحلف ميت دماغية، والرئيس الأمريكي يرد. ضعنا في جديد هذه التصريحات. يعني حمى التصريحات تواصلت، هي بدأت قبل وصول القادة إلى لندن لهذا الاجتماع الذي وصف بأنه تاريخي يتزامن مع الذكرى 70 لتأسيس حلف شمال الأطلسي. استمرت هذه التصريحات، يأمل المجتمعون هنا في أن يتم التغلب على الخلافات. كان هناك تصريح مهم للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، قال فيه أن هناك مخاطر وتحديات تواجه الحلف، منها الحرب في الفضاء، حرب الإعلام، حرب الأخطار الناتجة من التهديدات التي تتعرض لها الدول بسبب شبكات الاتصال وما إلى هنالك. وقال إن على دول الحزب أن تضع، دول الحلف أن تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه التحديات. هناك أيضا مسألة الصين، هناك العديد من القضايا التي يتعين بحثها. لكن هنا اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل تغريداته خلال هذا اليوم، وهو غرد أعرب عن أمله في دعمه للشعب الإيراني، كما قال، كما أنه يراقب ما يدور في الساحة الأمريكية من تطورات حول قضية عزله من منصبه. إذن هذه هي الأجواء اليوم. نتوقع بعد وقت قصير من الآن، في حوالي الساعة 5، بعد حوالي ساعة ونصف من الآن، أن يبدأ زعماء الدول بالتوافد هنا على قصر باكنغهام لحضور مأدبة العشاء التي تقيمها الملكة إليزابيث الثانية لزعماء الدول. أشكرك شكرا جزيلا من وسط لندن، مراسل بي بي سي عصام عكرماوي.